معركة تلافر ما أعتقد راح تكون معركة كبيرة معقدة، ما أعتقد. العدو منهك بشكل كبير، العدو محاصر منذ فترة طويلة، يتلقى ضربات يوميا بالليل وبالنهار، سواء هاي الضربات من قبل قوات التحالف أو من قبل القوى الجوية العراقية. أعرف من خلال تقارير استخبارية أنه معنوياتهم في الحضيض، وأيضا يحاولون جهد الإمكان الهروب من تل عفر بكل الوسائل. احنا يعني من خلال الاستطلاع الجوي، من خلال بعض المعلومات، لان هم يمنعون المدنيين، يعني ما يخلون احد يصل مناطقهم، لكن نصور انه عددهم يعني ما يزيد على 1500 الى 2000 مقاتل.